الا جينا نشوفوا افون ولا دابا الكره الحاليه تيوصلوا الفريق تيوصل حتى 700 800 تمريره بين لاعبين. حنايا هنا الا رجعنا على المستوى الوطني وارضيه الملاعب والمستوى ديال اللاعب الوطني الى اخره الى اخره، على الاقل المعدل خصو يكون بين 300 و400 لمسه تمريره بين اللاعبين في المباراه، يعني هذا عدد يعني محترم المعدل. اذا مثلا جيو للديربيات تلقاو على انه هذا خص الناس يهتموا بهذه النقطه هذه وياخذوا الماتش ويحسبوا لي، غيلقاو انه التمريرات بين اللاعبين تتكون تقريبا ما وصلش ل 200 تمريره بين اللاعبين. اذا هنايا هذا تيصب في ديك النقطه اللي قلتي دابا على ان كاين تخوف وتا واحد ما باغي يلعب الكره، وبالعكس ان تنشوفوا على انه من الطريقه ديال الهجوم تتكون دائما طريقه مباشره، يعني تنتفادى وسط الميدان والوسط الميدان وما تنلقاوش فريق اللي تيقد الا الرجاء اللي دارت هذه عامين مع محمد فاخر. انا تنتذكر على انهم كان عندهم نسبه الامتلاك الكره كبيره بزاف، وكانوا بعض الاحيان تيحتفظوا بها واحد 10 15 لمسه بيناتهم، وهذه مهمه جدا لان هي اللي تتخلق ذاك الديكالاج وتتخلق ان الفريق تيبان على انه تيبحث على ثغرات يلعب كره مدروسه وتيفكر اش تيدير. بالعكس انه ملي تنشوفوا ان الفريق واحد الجول تيعطيه للديفونسور، الديفونسور تيعطيه للميليو، الميليو تيشوف راسو مخنوق تيرجع للديفونسور، الديفونسور تيديكاجيها. اذا هنا لي بيرت دو بال تيديروا بسرعه بعد ثلاثة أربعة لمسة تضيع الكرة وعاوتاني تمشي الآخرين تعاودوا نفس الشيء. إذا هنايا تنشوفوا واحد الكرة يعني فاشلة بمعنى الكلمة، والجمهور تيمل وما تيشوفش ديك الكرة اللي هو الآن بدا تيشوفها. المسؤولية عند اللعاب ولا عند المدربين؟ المسؤولية عند كل شيء ولا عند حتى المسير كيهضر معنا بزوك واخويا يدوز الدرب. كيفاش يا خويا يدوز الدرب؟ ولا ماتش الدرب هذا باش عمرني سمعت فينغر قال لهم بغيتي يدوز الدربي وخسر بستة وخسر هادي، ما عمرني سمعت هذا الكلام هذا كاع. بالعكس انا تنظن في الوقت اللي كانت واحد المجموعة قوية كانوا تيفرحوا ويلعبوا الديربي، انا تنتذكر ايام الداودي وفخر الدين واحد المجموعة، وعاوتاني من الجهة الأخرى اللاعبين ديال الرجاء ايام دورمي إلى آخره. بالعكس الديربي كانوا تيتسناوه بفارغ الصبر، لأن تيقول لك هذيك هي الحفلة عندنا، هذيك هي الفشطة، لأن الديربي هو اللي تيكون الملعب مليء عن اخره، لان المباريات الاخرى تيكون عدد الجمهور قليل، ولكن في هذيك المباراه بالضبط تيكون الجمهور كثير، والمكافاه ديال المباراه تتكون كثيره، وكذلك هو طيله الاسبوع الفريق اللي تيكون رابح تيستقبلوا الناس في الطريق وعبرتوا عليه، اذا تيكون واحد المكسب حتى معنوي، وبالتالي كانوا اللاعبين تينتظروا ذاك الديربي، حتى ان اللاعبين مع بعضياتهم كانوا تيشدوا في بعضياتهم في الديربي لا خسر هذا ولا خسر هذا. اليوم العلاقات بين لاعبين الوداد والرجاء متباعده يمكن كاع ما تيطلقاوش، كذلك اللاعبين ملي تيقرر الديربي كما قلتي تشدوا السخانه وتيقول يا ربي تسلك ما نديرش انا غلطه، اذا تيولي هنا اللاعب تيخاف هو يكون سبب في الهزيمه، لان الا دار خطا وتسجل هدف انه هو اللي غيكر العصا، الحارس تيولي خايف، المدرب تيولي خايف على بلاصتو، لان غالبا في الديربيات بعد الديربيات من بعد الديربي مباشره تيتقى المدرب، وهذه شفناه بعض المباريات بزاف سنوات. اذا كل هذه العوامل هذه اثرت على هذا الديربي. اعتقد ان الديربي مباراه نعتبروها مباراه عاديه، ونعتبروا ان الديربي مباراه ديال ثلاث نقاط، وان الديربي فرصه باش نبيعوا الانتاج ديالنا المغربي.